الحقيقة هو فعلا موضوع التشكيل ده يعني دلوقتي بغياب الونش وهو خلاص بقى يمكن محسوم بشكل او باخر، يمكن فعلا مركز او اتنين اللي شوية عليه علامة استفهام. يعني بالنسبة لي انا الباك رايت عمر جابر ولا سيد نيمار؟ بالنسبة لي انا بالنسبه لي في التوقيت ده او ماتش الاهلي بالذات، لا سيد نيمار وجهه نظري. ليه سيد نيمار؟ ليه؟ هقول لك ليه. اخر ماتش الاهلي مين كان احسن لعيب من احسن اللعيبه اللي في الملعب؟ كان سيد يعني نيمار. الناشئين كان عموما سيد كمان. نيمار، لا كان سيد نيمار صح ولا انا غلط؟ عمل ماتش عالمي. عمر لعيب كبير قوي قوي قوي، تمام، ممكن استغله الشوط الثاني اوكي وانا كسبان، لان عمر عنده الخبرات، عنده يقدر يقف، يقدر يقفل الملعب كويس، يقدر يمسك كوره كويس، بيهاجم كويس. ممكن استغل عمر ان انا العبه 8، العبه في نص الملعب اوكي والعب سيد زي ما هو يعني، فاهم؟ ممكن سيد اصلا بيلعب هاف ليفت، ده اصلا ده مركزه الطبيعي، البوزيشن الطبيعي بتاعه، بس هو الراجل خلاص مقتنع بيه في الحته دي، تمام. اوكي بس عامه لو هنتكلم ككوره يعني، لو انا وانت اتنين بنفهم في الكوره، انت هتقولي عمر وانا هقول سيد، ما انا انا هقول بالنسبه لعمر لي وانت كفا هتقولي ممكن سيد، تبقى ناحيه فبالنسبه لنا عمر الاثنين اكتر. زي بعض، فبالنسبه لنا ما فيهاش مشكله خالص ان مين يلعب او مين ينزل او مين يطلع. دلوقتي في الزمالك حاليا ما فيهاش مشكله، هتلاقي كلها اختلافات في وجهات النظر بقى، يعني صحيح، مدير فني بيحب السرعه، وحسب واحد رتم بيحب المباراه كمان. اللعيب المهاري، واحد بيحب اللعيب القوي، واحد بيحب اللعيب الباصير اللي بيعرف يباصي كويس، هتلاقي اختلافات. لكن في الاخر لو قلت لي هيبدا بكره بعمر جابر هقول لك تشكيل نموذج، قلت لي بسيد نيمار هقول لك تشكيل نموذج برضه، فهي اختلافات بس في وجهات نظر، كل واحد حسب وجهة نظره. لكن احنا مش معاهم حاليا في الامارات، يعني احنا مش موجودين في التيم، مش موجودين في اوضه اللبس، مش موجودين في الملعب، فنعرف مين الجاهز. الاجهزيه البدنيه والذهنيه ده الاهم، خلي بالك، صحيح، الجاهزيه الذهنيه الاكتر دي اللي يقدر يحددها مستر فيريرا بالجهاز بتاعه بس.